بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلوم الدارين آمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءاتنا السادسة لهذا الكتاب، عند قوله وثالثها وجوب التقليد. هو تكلم على حكم التقليد في أصول الدين، وتكلمنا على المذهب الأول والمذهب الثاني، وهنا نتكلم في هذه الحلقة عن المذهب الثالث، وهو وجوب التقليد، أي أنه يحرم على المقلد، أو أنه يحرم أن يجتهد وينظر، ويجب عليه أن يقلد. وصور ذلك بقوله بأن، والباء هنا للتصوير، أن يلزم المكلف عقده بما يأتي به الشرع من العقائد، يعني أن يعتقد بقلبه اعتقادا جازما بما أتى به الشرع، ويحرم عليه في هذه الحالة أن ينظر حتى توصل إلى النتيجة من خلال هذه المقدمات. قال بأن يجزم المكلف عقده أي عقيدته بما يأتي به، يعني بالذي يأتي به من الشرع، يأتي به الشرع من العقائد. العقائد جمع عقيدة، يعني ما يجب لله وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه، وما يجب في حق الأنبياء وما يستحيل وما يجوز، وهكذا، والسمعيات التي وردت، أي أنه يجزم عقده بذلك الذي أورده الله سبحانه وتعالى في الشرع من العقائد، ويحرم عليه النظر. يعني تقولش لا والله أنا سأنظر في هذه الأدلة وأنظر في الكون الذي أمامي حتى أتوصل من خلاله إلى الحقيقة بنفسي، ويكون إيماني حاصلاً بهذه يعني الطريقة، لأنه مظنة الوقوع في الشبه، لأنه أي النظر مظنة، وأقام المظنة مقام المئنة، يعني مش لازم اليقين، لا يكفي الظن في المنع من هذا. قال لأنه مظنة الوقوع في الشبه، والشبه التباس الحق بالباطل، بحيث يخشى عليه ذلك. الشبه التباس الحق بالباطل، بحيث قد يوهم أو قد يظن من هذا أن يقع في التحقير. يعني ما أنت قبل ما تنظر، قبل أن تنظر، التقليد يعافيك ويمنعك من الحيرة، وبعد النظر يظن من النظر أنه يوصلك إلى الحيرة ويلتبس عليك الحق والباطل، ونحن نريد أن نمنعك من هذا لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان والأنظار، أي بسبب اختلاف الأذهان والأنظار، لأن النظر لن تكون نتيجته واحدة، بسبب أن الأنظار والأفهام والطرق مختلفة. ممكن أنت تنظر فتصل إلى حقيقة، وينظر أخوك فتصل إلى حقيقة أخرى، وهذا من الخطر بمكان. قال لاختلاف الأنظار، لاختلاف الأذهان يعني العقول والأنظار، بخلاف التقليد، فإنه إذا اتبعت شيئا معينا في التقليد لن يختلف الحال. يعني لو كلنا جزمنا عقدنا بما ورد به الشرع الشريف من العقائد، هل هيختلف علينا شيء؟ لا. لكن لو كلنا أمرنا بالاجتهاد والنظر، قد يصل بعضنا
ولا يصل البعض الآخر نتيجة لاختلاف الأذهان ونتيجة لاختلاف الأنظار. ودفع الأولون القائلون بوجوب النظر دليل الثاني، الثاني اللي هو قال في إيه؟ كان يكتفي بالإيمان من الأعراب وليس أهلا للنظر، بأن لا نسلم أن الأعراب ليس أهلا للنظر، لا نسلم أن الأعراب الذين اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم بالنطق بالشهادتين لا نسلم أنهم ليسوا أهلا للنظر. فإن المعتبر، لأنه مش المقصود أن ينظروا على طريقة المتكلمين بعلوم وفنون وأدوات ومصطلحات المتكلمين وأن يرتبوا المقدمات بطريقة معينة حتى توصل إلى نتيجة خالية من العيوب الصناعية، ما كانش الواجب في حقهم هذا، لكن الواجب في حقهم النظر على طريقة العامة، في نظر على طريقة العامة وفي نظر على طريقة المتكلمين. النظر على طريقة المتكلمين يحتاج إلى فنون ويحتاج إلى علوم ويحتاج إلى ترتيب مقدمات بطريقة معينة حتى توصل إلى نتيجة بطريقة معينة، وهذه لا يعلمها كل أحد، وإنما يعلمها القائمون بهذا الفن. وأما النظر على طريقة العامة فإنه يهتدي به إلى الحقيقة بطريقته وأسلوبه ومنهجه، وهذا لا يتوفر لكل أحد، اللي هو النظر على طريقة المتكلمين. فإن المعتبر، يعني الذي أراده الشارع منه واعتبره منه وجعله شرطا لهم، على طريقة النظر على طريقة العامة. إيش هو النظر على طريقة العامة؟ إنه هو يتوصل من المكونات إلى المكون سبحانه وتعالى، يقول لك سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ومش عارف إيه وإيه، ألا تدل على كذا وكذا؟ طب ما هو نظره وتوصل من المخلوقات إلى الخالق، ولكنه ليس نظرا بمقدمات معينة تشتمل على قياس إما من الشكل الأول أو الشكل الثاني أو الشكل الثالث أو الشكل الرابع، ويكون مكون بطريقة منهجية لا طلبة العلم الآن لا يستطيعونها، والمتخصصون في عصرنا الذين لم يمارسوا هذه الأشياء ويتعاملون بها لا يريدون إلا في الدرس فقط، وليست هي منهج حياة. لكن العلوم دي قديما كان عند أربابها منهج حياة. يعني إيه منهج حياة؟ يعني خرجت إلى حياتهم الكاملة، يفكرون بها، يتكلمون بها، يقيسون أمورهم عليها وهكذا. لأنه أحيانا الإنسان لما يكون غريق الصناعة، الصناعة بتطفح في معاملاته، يفكر بطريقة الفقهاء، يأكل بطريقة الفقهاء، يمشي بطريقة الفقهاء وهكذا، في تشبع، والتشبع ده هو اللي بينتج الاجتهاد. بس التشبع ده عايز ايه؟ عايزك تمارس، عايزك تعيش، عايزك تحول العلم الى قضية حياة متكاملة. طيب، فإن المعتبر النظر على طريقة العامة كما أجاب الأعرابي نسبة إلى الأعراب الأصمعي عن سؤالي بما عرفت ربك؟ الأصمعي بيقول له أنت عرفت ربنا إزاي؟ يعني كيف عرفت الله؟ تعرفت ربنا إنه ربنا إزاي؟ وأنه الذي خلق وأنه الذي ربى وأنه الذي كون؟ قال بأن البعرة تدل على البعير، يعني إيه؟ أنا وجدت روثة ملقاة على الأرض، لابد أن يكون هناك من يعني أخرجها من مكانها المعتاد، فهذه الروثة وهذه البعرة تدل على أن هناك بعير، على أن هناك جمل قد يعني أخرجها، فالبعرة تدل على أن هناك بعير. يعني إيه؟ يعني هذا المفعول يدل على أن هناك فاعل، وما من مفعول إلا وله فاعل، فالبعرة تدل على البعير. وهو يتكلم على قضية يعني كبيرة، وهي أن المخلوق يحتاج إلى خالق،
وأن أي مؤثر، أي مؤثر يحتاج إلى مؤثر، مش دية بعض مخلوقة يبقى لابد لها من خالق، مش أنت محدث يبقى لابد لك من محدث. يبقى استدل من هذا. وأثر الأقدام، وبأن أثر الأقدام معطوف على البعرة على المسير، وأثر الأقدام أيضا يدل على المسير. أنا شايف رجل طبعة في الأرض تدل على أن هناك شخص وضع قدمه عليها فأثر بقدمه فيها. والبعرة هذه العلامة تدل على أن هناك من سار عليها. وأثر الأقدام دال على أن هناك من مر عليه ومن طبع فيه. ده قضية برضك يؤكد القضية الأولى، وهي أن كل يعني أثر يحتاج إلى مؤثر. إزاي يعني يبقى في أثر من غير مؤثر؟ يعني كيف يكون هذا؟ فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ وده استفهام تقريري مش إنكاري، لأنه ما بينكرش، ده بيثبت، بيقول هذه الأشياء دالة على وجود الله سبحانه وتعالى، ودالة على مش الوجود بس، ده على أنه المؤثر، وعلى أنه المكون، وعلى أنه الخالق البارئ. وما يدعين أحد من الأعراب أو غيره للإيمان فيأتي بكلمتيه إلا بعد أن ينظر فيهتدي لذلك. يعني مش حد بيسلم من الأعراب وبيعتقد هذه العقيدة التي بين أيدينا أو من غير الأعراب إلا بعد أن يكون قد نظر واقتنع بما أراد أن يعتقد. يعني القضية إيه؟ يعني ما بيخشش في الدين إلا بعد ما بيقتنع، والاقتناع كاشف عن أنه نظر وتأمل فوصل إلى النتيجة فسلم لتلك العقيدة. وما يدعين أحد، يدعي بمعنى يسلم، بحيث يطلق عليه أنه منقاد لهذه العقيدة الحق، أحد من الأعراب أو غيره للإيمان فيأتي بكلمتيه، أي فيترتب على ذلك أنه يأتي بكلمتيه بعد الإذعان إلا بعد أن ينظر فيهتدي، النظر ثم الهداية لذلك أي لتلك العقيدة. وأما النظر على طريقة على طريق المتكلمين اللي هم علماء الفن، اللي هم بيسموهم علماء العقيدة، بس هم علم الكلام، يعني نسب إلى صفة الكلام من قبيل تسمية يعني الكل باسم البعض، علم الكلام نظرا لمسألة الكلام لأنه كثر النقاش والشجار فيها. وإما أن يكون سمي علم الكلام لأنه يحتاج إلى مقدمات وإلى علوم، يعني في كلام كتير، يعني بعضهم قال هذا. قال وأما النظر على طريقة المتكلمين من تحرير الأدلة، تحرير الأدلة تخليتها بما يخل بوجه الدلالة، يعني إن أنا أصفيها وخلص الأدلة مما عساه أن يكر على وجه الدلالة بالبطلان لفقد شرط من شروط الإنتاج في القياس، كفقد إيجابي الصغرى في الشكل الأول. يبقى يعني تحرير الأدلة يعني أنه يخلص الأدلة مما عساه أن يكر عليها بالبطلان كفقد شرط، لا يأتي بالدليل وهو مكتمل الشروط، ويأتي بالدليل وهو مكتمل الأركان. وتدقيقها، يعني وتدقيق هذه الأدلة، يعني تطبيقها على المدعى،
التدقيق هو التطبيق على المدعى، يعني بيأتي الدليل مطابقا للمدعى، ولا يكون أزيد ولا يكون أنقص. ودفع الشكوك، الشكوك يعني الاحتمالات، وكذلك ها يأتي بالدليل ها دافعا للشكوك. والشبه أي المعارضة للأدلة، ففرض كفاية في حق المتأهلين له، يعني علم الكلام ده عند علمائنا إيه؟ فرض كفاية، مش بدعة وضلالة. وأصل ده هو ده اللي بيوقع الإنسان، ما هو ده كلام السلفية، إن يقول لك أصل علم الكلام ده مولانا يعني فيه ما فيه، ويفضل يكلمنا كده وكأن الواد إيه أعلم من سعد التفتزاني، ولا أقوى من الشريف الجرجاني، ولا مثل مدرسة. أصل أبو الحسن الأشعري ما كانش فرد، ده كان مدرسة، كان مؤسسة علمية حررت الكلام، زي الإمام الشافعي كده، صاحب مذهب وصاحب يعني مدرسة مؤسسة ولها قواعد. فما يجيش العالم يقول لك أصل علم الكلام ده ثم وقد ذمه فلان وعلان وفلتان، يا ابني ازاي علم الكلام مذموم؟ ده انت عقلك اللي مذموم، ده بيقول لك فرض كفاية، يعني لو لم يقم به من تحصل به الكفاية أثمت الأمة. يعني لو ما كانش عندنا أمثال المتكلمين يبقى كلنا آثمين. طب أنا ما عندي، لا، ما هو أنت كان ينبغي عليك في هذه الحالة إن حضرتك تشارك. أشارك بإيه؟ وأنا دماغي تقيلة لعلم الكلام وأنا أعجبني، ما أعرفوش. يبقى لازم بقى يبقى المسلمين كده كالعضو الواحد، إذا اشتكى منه نعمل مؤسسات زي مؤسسة الرواق الجاوي، ونبدأ ندرس فيها بقى علم الكلام، ونبدأ نكون أجيال وهكذا. يبقى لابد من الإيه؟ لابد من السعي لإقامة هذه الفنون، لأنها علوم فرض كفائي، يأثم أو تأثم الأمة إن لم يكن فيها القدر الكافي للقيام بهذا الفن في حق المتأهلين له. يعني هذا فرض كفاية في حق اللي هو النظر على طريقة المتكلمين، يقول لك ففرض كفاية في حق المتأهلين له، يعني في حق الذين كان عندهم الصلاحية والإمكانية للنظر على طريقة المتكلمين. قال يكفي قيام بعضهم به، يعني لابد أن يكون هناك نظر على طريقة المتكلمين. عندنا الكتب الحمد لله وحررت لنا النظر على طريقة المتكلمين وكيفية النظر وتحرير أدلة النظر، والحمد لله رب العالمين كفونا ذلك. ولهذا قال بعض المحققين الحق أن المعرفة بدليل إجمالي. شوف بعض المحققين ده يعني إيه؟ يعني شخص يذكر المسألة على وجهها الحق، يبقى محقق إذا ذكر المسألة على وجهها الحق، كما يقول الصبان في شرح الإشموجي، يقول لك المحقق هو من ذكر المسألة على وجهها الحق، يعني على الوجه الصواب. وقيل المحقق هو الذي يذكر المسألة بدليلها، والمدقق الذي يذكر الدليل بدليل. وعندك بقى في أدوات بقى للخطاب اسمه الترقيق والتنميق، حاجات يعني إيه عايزة شغل تاني. قال ولهذا قال بعض المحققين الحق أن المعرفة الواجبة على كل مكلف بدليل إجمالي يرفع الناظر عن حضيض التقليد، يرفع الناظر عن حضيض التقليد فرض عين لا مخرج منه. يعني حتى ما تبقاش أبيض كده، يعني حتى أضعف الإيمان تنظر ولا النظرة يعني كده، طب ما لا يطلق عليك من خلالها أنك مقلد.
أن المعرفة بدليل إجمالي مش لابد أن يكون بدليل تفصيلي ومعك هذا الدليل ومسوق على طريقة المتكلمين ب يعني دليل مدفوع فيه الالتباس ومدفوع فيه الشبه ومستوفي لأركان الدليل ولشروط الدليل ولوجه الدلالة. ليس هذا مطلوب، بل المطلوب يعني أن تعرف معرفة حتى ولو كانت بدليل إجمالي وليس بدليل تفصيلي. والمعرفة بهذه الطريقة اللي هي تكون بطريق إجمالي يعني ترفعك من حضيض التقليد، ما تخليكش في الأرض، يعني ما تخليكش يعني مقلد من كل الوجوه، تخليك حتى يعني مقلد من بعض الوجوه دون بعض، يرفعك عن حضيض التقليد يعني عن التقليد الصرف. حضيض التقليد ده من إضافة الايه الصفة إلى الموصوف، حضيض التقليد يعني التقليد الصرف، تبقى مقلد من كل وجه، يعني انظر نظرة كده يعني فيها حتى فكرة، يقال أنك فكرت وحصل يعني لك النتيجة من طريق الإجمالي لا مخرج عنه لأحد المكلفين، وبدليل تفصيلي لتمكن معه من إزاحة الشبه وإلزام المنكرين وإرشاد المسترشدين فرض كفاية. والمعرفة الحاصلة بدليل التفصيل وعلى طريقة أهل الصناعة الكلامية حتى تتمكن من خلالها من دفع الشبه الالتباس وإلزام المنكرين لوجود الله. ولذلك احنا في عصرنا موجود دلوقتي ما يسمى بإيه؟ الملحدين، العيال دي العيال عارف ما بيجيبوش والله ولا شبهة على طريقة دقيقة وعلى أسلوب منهجي، وكلها مرضى نفس، كل واحد أرى شبهة لفتت في دماغه تشكك عقله ولم يتشكك قلبه، يقول لك خلاص أنا ما لا أؤمن بوجود الله. الجماعة اللي احنا بنسميهم اليومين دول إيه؟ الملحدين. فلابد من قيام مجموعة من أهل العلم لتفنيد شبه هؤلاء وللرد عليهم بطريقة منهجية، ده فرض كفاية. ولذلك هو بدليل تفصيلي، يعني هو المعرفة الحاصلة دليل تفصيلي لتمكن معه، يعني تمكن مع هذا الدليل التفصيلي من إزاحة الشبه، إزاحة الشبه عن العقائد الإسلامية وإلزام المنكرين، ولتمكن معه من إلزام المنكرين لهذه العقائد الإسلامية، ولتمكن من إرشاد المسترشدين يعني طالبي الإرشاد فرض كفاية لا بد أن يقوم به البعض. لا بد أن يقوم به البعض، ولو لم يقم به البعض أثم الجميع. وأما غيرهم غير المتأهلين ممن يخشى عليه من الخوض فيه أي في علم الكلام وفي النظر على هذه الطريقة، الوقوع في الشبه يعني في الالتباس، التباس الحق الباطل والضلال يعني الحيل والميل عن طريق الحق، فليس له الخوض فيه. بس انت ضعيف ما لكش دعوه بعلم الكلام، انت عقلك ليس متين وقلبك قد يتشرب الشبه، ابتعد عن علم الكلام ما لكش دعوه بيه. لماذا؟ لان دراستك لعلم الكلام قد تؤدي بك الى وقوع الشبه ووقوع الالتباس في قلبك ووقوع الضلال. ولذلك في مشكله الان، هو الالحاد في بعض المواطن الالحاد بتيجي منين؟ بتيجي من علم الناس، وهذا بالواقع العملي شفنا الكلام ده وقعدنا وناقشنا الناس دي، بيروح داخل على النت ويقول لك اما اشوف بقى الجماعه اللي هم يعني بينكروا العقائد الاسلاميه وبينكروا وجود الله، ما هي الادله عندهم عشان يعني احاجهم؟ فبيذهب على النت وبيقرا كل هذه الشبه وهو خالي الذهن من القواعد الكلاميه ومن العقيده الصحيحه، وليس متينا في قلبه وليس متينا في دينه ولا عقيدته، فيذهب يقرا هذه الشبه، قد تدخل شبهه في عقله فتتمكن من عقله وقلبه،
فلا يستطيع أن يزيلها. الذي يقرأ في هذه الشبه ويقرأ لهؤلاء المبطلين ينبغي أن يكون قادرا على رد شبهه، يعني متأهل، يعني متخصص، يعني سليم العقيدة. ولذلك كان يأتيني بعض الناس ويقول لي أنا عايز أرد على المشككين في الإسلام. أقول له إزاي؟ قال لي أنا هعرض عليك الشبه بتاعتهم وأخد الشبه وأروح أنا أشهد. قلت له يا ابني أنت متخصص؟ قال لي لا، أنت درست علوم العقيدة الإسلامية، علم الكلام، ودرسته بطريقة مفصلة، والشبه، وعندك مكنة وصلاحية، وأنت قوي في دينك، يعني الحمد لله ربنا يسهل. فأقول له في الآخر إيه؟ أقول له اسكت فقد أذيت. أنت لو دخلت هذا الباب قد تدخل شبهة في قلبك تتمكن منه. أنت مش قوي، أنت مش متأهل، أنت مش متأهل، لست متأهلا ولست يعني قويا في الدين وقويا في العقيدة حتى أرشدك إلى أن تشتغل بالرد على المعارضين والمخالفين. ولذلك من ذم علم الكلام، القراءة في علم الكلام والنظر في علم الكلام، ذمه لمن ليس فيه المكنة، ذمه لمن ليس فيه الأهلية، ذمه لمن ليس فيه يعني أدوات الفن. هتخش هتغرق. عامل زي إيه يا أولاد؟ اللي راح يسبح في البحر وهو غير قادر على أن يعوم ويسبح، إيه اللي هيحصل له في الآخر؟ هيغرق. طب علشان خاطر إن هو يعدي البر الآخر ماذا يصنع؟ لابد أن يتعلم السباحة عشان تدخل وتشوف الشبه وترد عليها وتناقشها وتجادلها وتمحصها وتفندها. لابد أن يكون إيمانك قويا. رقم 2، لابد أن تكون متخصصة. رقم 3، لابد يعني أن تستعين بأهل الفن. رقم 4، لابد أن تملك أدوات خطابية مقنعة. رقم 5، لا تفعل هذا إلا إذا يعني كنت في محل الفرض. يعني إيه؟ يعني تحتم عليك هذا، لأن حتى اللي بيشتغل وهو متخصص بصراحة يعني حاجات دي بتتعب القلب، تتعب القلب يعني. ولذلك إمام الحرمين حمل هذا على كلام إمام الحرمين عندما قال يعني أثنى على إيمان عجائز نيسابور، لأنه تعب بعد القراءة والاطلاع ومناقشة المعارضين ومناقشة الملحد. بس ملحد الزمان كانوا، بالنسبة لملحد زماننا كانوا علماء صدقا يعني، لأنه كانوا بيأتوا بشبه وكانوا بيأتوا بأدلة تحتاج إلى إمام الحرمين. أما الهبل بتوع اليمين دول بيجوا حاجات عبيطة أوي. أصل النبي اتجوز وستنا عائشة وعنده 9 سنين، النبي اتجوز وعنده 9 سنين، إيه ده؟ أصله ازاي الدين يجيز التعدد؟ اصل حاجات يعني كلها هبل في هبل. لكن في زمان لما كانوا بيتكلموا على مثلا قدم العالم، لا ده كانوا بيجوا شبه محتاجه لابو حامد الغزالي، محتاجه لامام الحرمين، محتاجه للباقلاني ابن فورك. اما هو يعني هو في زماننا محتاجين الجزمه. خطاب يبتدى، انتوا جايبين حاجات هبل يعني، حاجات كلها تدل على ان عقلكم تعبان. فلا محدش يخش الفن ده اولاد الا لما يكون قلبه قوي وايمانه متين ومتاهل. ولذلك قال واما غيرهم، يعني غير المتاهلين ممن يخشى عليه من الخوض. خوض يعني ايه؟ يعني من القراءه والاطلاع ومدارسه علم الكلام، فيه الوقوع في الشبه والضلال. انا خايف ان انا لو دخلت شبهه تخش قلبي ما تطلعش منه، صعب برضك. خلينا كده عم على ايمان عجائز نيسابور والحمد لله كده. ناخذ من العلم الكلام يعني الضروري،
من علم الكلام. خلينا مع الفقه والأصول والتفسير. طيب يقول لك أصله الإمام الشافعي قال وقولي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالنعال وأن لا ما تخدش الكلام كده ما تقراش الكلام. بس هم مشكلتهم إن هم فاكرين إن هم مجتهدين ولهم حق النظر في النصوص ولهم حق تفسيرها وإن هم بيعملوا رأسهم برأس يعني اللي مارس الفن سنين طوال. وهذا محمل نهي الشافعي. قال البيهقي في الشعر وكيف يكون، اسمع بقى كلام مين، كلام الإمام البيهقي. انت بقى افهم يا هادي يا ابي سلفي ولا الإمام البيهقي للإمام الشافعي، من ايهما اكثر فهما لكلام الشافعي؟ من مارس كلام الشافعي وافنى حياته وعمره في دراسة كلام الشافعي وفي إقامة الأدلة على فقه الشافعي، ولا حضرتك اللي تسمع بس إن الشافعي ألف الأم وتعرف في حياتك كله إن هو ملوش إلا كتاب الأم؟ طب سمعت عن البويطي؟ ما سمعش عن البويطي. طيب مثلا سمعت عن مش عارف أحكام القرآن؟ ما سمعتش عن أحكام القرآن. طب سمعت عن كيت وكيت وكيت وكيت؟ ما تعرفش. طب عرفت المذهب القديم والجديد؟ طب تعرف البويطي ده ألفه فين وهو منسوب لمين؟ طب تعرف الأمة أصلا مين اللي رواحني الإمام الشافعي؟ طب تعرف إن الإمام الشافعي اللي كتب ولا كان بيكتب عليه؟ طب تعرف ما فيش حاجة. طب تعرف النصوص اللي أخذها الأصحاب ودونوها في مدوناتهم الخاصة ونقلوها عن الإمام الشافعي؟ طب تعرف؟ لا. فبص بقى أما يقول لك وهذا محمل نهي الشافعي وغيره من السلف. أقول لك أنا كلام الشافعي بعد كده عن الاشتغال بعلم الكلام. قال البيهقي في الشعب وكيف يكون الذي يتوصل به، وكيف يكون استفهام إن كان، إلى معرفة الله وعلم صفاته ومعرفة رسله. والفرق بين النبي والمتنبي مذموما، يعني كيف يكون هذا العلم الذي نتوصل به إلى الله ونفرق به بين الحق والباطل كيف يكون مذموما؟ إزاي يا مشايخ؟ يعني ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ ده البيهقي. والبيهقي ده مين؟ لا ده صاحب الآثار والسنن والمعالم وصاحب حاجات، وكلها صنعت لخدمة كلام الشافعي. حتى قال لكل شافعي للشافعي عليه يد، إلا البيهقي فله على الشافعي يد. يد يعني مش يدي، يد يعني إيه؟ يعني نعمة، يعني له جميل على الشافعي. بنقول بالمصري إيه؟ جميل. الشافعي دي جميل علينا كلنا، تدنسنا على كلامه وتعبدنا بفقهه إلى الله. وأما البيهقي ده هو اللي على مجامل الشافعي، هو اللي عند الشافعي ما جميل، اللي عند الشافعي معروف، اللي عند الشافعي نعمة، الشافعي سعيد بيه. فبص بيقول لك كيف يكون الذي يتوصل به إلى معرفة الله وعلم صفاته ومعرفة رسله. والفرق بين النبي والمتنبي مذموما أو مرغوبا عنه، وكيف يكون مرغوبا عنه؟ يعني لا يكون مرغوبا عنه، ده استفهام إنكاري. ولكنهم لإشفاقهم على الضعف، انتبه، أن يغلب ما يريدون منه فيضلوا، يعني ممكن ان هم الضعفة هم مشفقين على الضعفة ان هم لا يصلوا الى ما يريدون منه فيضلوا. يخش طالب الهداية من علم الكلام تشبط في عقله شبهة يخرج من علم الكلام ايه؟ مشرك بالله.
فأشفقت على الضعف فنهرهم عن دراسة علم الكلام. فيضل من أجل ذلك له عن الاشتغال به. طيب فهمنا الكلام اللطيف ده، وهو العلم بالعقائد. ده علم الكلام كده عرفوه بأنه العلم بالعقائد الدينية. عقائد يعني جمع عقيدة، يعني ما يعتقده القلب، يعني بتدخله قلبك وتعقد عليه. سموها عقيدة ليه؟ لأن حضرتك بتدخلها جوه قلبك وبتعقد عليها، يعني بتربط عليها، يعني بتكذب بيها، ومن أجل ذلك سميت إيه؟ عقيدة. قال وهو العلم بالعقائد الدينية، مش العقائد، لا ده العقائد المنسوبة إلى الدين، عن الأدلة اليقينية، يعني الحاصلة من طريق الأدلة اليقينية، لأن العلم ده ملوش دعوة بالظن. وعلى كل من الأقوال الثلاثة تصح عقائد المقلد وإن كان آثما بترك النظر على الأول، يعني النظر ليس شرطا في حصول الإيمان ولكنه هو واجب كالواجب الفقهي. عملته الحمد لله خرجت من الإثم، ما عملتوش يبقى أنت آثم. طب هو إيماني كده يبقى باطل؟ لا. ولذلك هو عايز يقول لك إن هو واجب إيه؟ واجب تكليفي فروعي فقهي، وليس واجبا بمعنى أنه شرط في حصول الإيمان. قال وعلى كل من الأقوال الثلاثة تصح عقائد المقلد، سمهم وإن كان آثما بترك النظر على الأول، فالقائل بالوجوب نزله منزلة الفروع لا منزلة وجوب الأصول. فالقائل بالوجوب نزله منزلة الفروع، يعني زي كده بالظبط حضرتك الصلاة ما صليتهاش أنت آثم، ولكن انت مسلم ولا مش مسلم؟ عند الامام الشافعي مسلم بخلاف الامام احمد. طلع سمعنا دلوقتي واحد جالي من فتره دار الافتاء وعايز يناقشني انه لازم نقول ان بمذهب الامام احمد ان من ترك الصلاه متكاسلا حتى خرج وقتها كفر، وسهلا جدا ان احنا بنرش بالمذهب ده. قلت له يا ولدي نحن نختار من المذاهب ما يصلح لبلادنا. أنا عندي دلوقتي الشعب المصري 90 مليون، في كم مليون مكلف؟ حوالي مثلا نقول بغير الأطفال 70 مليون. 70 مليون دول فيهم كم واحد بيصلي؟ والنبي ما يجوا 5-6 مليون من 70، يعني 63 مليون. يعني أنت عايز لي أكفر 63 مليون؟ ده إيه الجمال ده؟ قول بقى عقودهم باطلة، وأقول وأقول وأقول، ما ده بقى مفيش حق، ده لا قرآن، زي واحد كده قال فخر عليهم السقف من تحتهم، ده أنت لا قرآن ولا عقل. ينبغي أن نأخذ من المذاهب ما يصلح لظرفنا ولبلادنا ونختار. ممكن ما ينفعش معاك مذهبك في البلاد التي تعيش فيها، نقلد مذهب من أجاز، يعني خروجا من الحرج وخروجا من الإثم الذي يلحقنا. طيب قال وعن الأشعري أنه لا يصح إيمان المقلد، يبقى صار النظر في هذا القول شرط للإيمان، يعني وجب وجوب أصول. وشنع أقوام عليه، أي شنع أقوام على الإمام أبو الحسن الأشعري، قالوا كيف يقول الإمام أبو الحسن الأشعري بأن النظر واجب وجوب أصول، ويكفر من لم يعني ينظر؟ ده أنت كده هتكفر معظم العوام، زي برضك اللي بيقول لك الصلاة ترك الصلاة دوت حتى خرج وقتها يبقى كافر. شنعوا عليه، ومين دول؟ ده بيشنعوا على مين؟ ده بيشنعوا على إمام الفن، ده بيشنعوا على المدرسة، ده بيشنعوا على من شهد له القصي والداني بالمكنة العلمية. طيب وشنع أقوام عليه بأنه يلزم تكفير العوام. طب إيه يعني؟ يبص واحد بقى يجي ده جزاله، وإيه يعني اللي حصل لما كفر العوام يعني؟
قال لك ما انت مش واخد بالك ان العوام غالب المؤمنين، فكيف يقول هذا؟ ورد التشنيع، وكتبت انا على هذا وقلت ورد التشنيع المذكور ان المعتبر النظر على طريقه العامه. يا لدن انت لو دخلت الاسواق ستجد العوام ينظرون نظرا دقيقا كنظر، يعني في النتيجه كنظر المتخصصين على طريقه العامه. قال التفتزاني في شرح المقاصد: ليس الخلاف في من يسكن دار الاسلام من الامصار والقرى والصحاري، لانهم انتبه يتفكرون في خلق السماوات والارض. الكلام مش في العوام دول، لان العوام دول بيتفكروا. يا جدع ده انت احنا زمان كنا بنسمع يقول لك يدبرها ابو خيمه زرقاء، عارفين يعني ايه؟ يعني دبرها صاحب السماوات اللي خلقها. ده العوام كان بيقول كده، يعني ده معناه ايه؟ ده معناه انهم ينظرون ليل نهار. اخي بال حضرتك، قول للعم كده، ومين اللي خلقك؟ طب اقول لك حاجه، ساعات حكي لي قصه غريبه جدا، ان واحد طلع على شريط القطار وكان ليه ظروف صعبه جدا ورزقه صعب، وفضل يمسك الطوب كده ويحبب بيه في السماء. يقولوا ليه؟ قال اصل انا ما رزقنيش النهارده. هو يعني رب دماغه. طب هو مين اللي قال لك ان هو الرازق؟ شفت بقى، ده هو الرازق، ده هو المعطي، ده هو اللي بيدي وبياكل وبيشرب. وده مش نظر، ولكن نظر على طريقته، مش نظر بقى بالطريقه المعينه. العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث، يبقى العالم حادث. الاولى مش عارف صغرى والثانيه كبرى، ومش عارف النتيجه قياس من الشكل الاول وهي منتج وهو منتج. لا، ما يعرفوش الكلام ده، الكلام ده بتاعك انت. اما هم لو دخلت الاسواق وسمعت كلام العامه ستجد انهم دائما يتفكرون ويتذكرون. تقول له والله يا عم الحاج البطاطسايه دي مش حلوه، يقول لك انا اللي خلقتها. ها؟ يعني ايه يا مولانا؟ يعني استدلال اهو، هو انا اللي خلقتها، اللي خلقها هو اللي طبعها بالطريقه دي، انت بتعترض عليا ليه؟ تقول والله العيش ده، انا هقول لك حاجه ظريفه. واحد طفل صغير لدينا وشغال في فرن، فاعطاني العيش ولكن لم يعجبني العيش لانه كان شكله سيء جدا ورديء. فقلت له خد يا ولد، انت مديني العيش ده اعمل ايه؟ ده وحش. قال لي هو نعمه ربنا وحشه؟ يا نعمه ربنا، شوف الواد وقعني ازاي، الواد ده خطير فلسفه. قال لي يا نعمه ربنا وحشه؟ انت بتعترض على نعمه ربنا؟ يعني هو اللي خلقها. طيب انت عايز ايه من الناس دي؟ هو حد قال لهم؟ هو بقى العيل الصغير ده قال الكلام ده؟ خش بقى الاسواق هتجد مثل هذا كثير. اما سعد التفتزاني بيقول لك لا، ليس هذا الخلاف اللي قاله الامام ابو الحسن الاشعري، الكلام ده مش وارد على القاطنين في الامصار والقرى، وانه ده كلام ده واحد قاعد في شايخ جبل فسمع واحد بيقول له الاسلام جميل وفي رب وخلاص واعتقد في رب فاعتقد ما يقوله. قال في من نشا في شهاق جبل فاخبره مخبر بوجوب الايمان، قال لازم تؤمن بان في ربنا وفي دين اسمه اسلام وفي وفي من غير اي حاجه، فتبعه على ذلك الخبر. فامن من غير تفكير. هذا حاصل كلامه، والحاصل أن العوام ليسوا مقلدين بل ناظرون. انتبه بقى، الكلام ده مفيد جدا. يبقى العوام ايه؟ قال مش مقلدين بل ناظرون، ولكن نظر على طريقتهم لا على طريقة المتكلمين. ده كلام مين؟ سعد التفتزاني محقق الفن. فهتشن عليه بقى على كلام الإمام أبو الحسن الأشعري. لا عيب، ده إمام الفن، خد كلامه وتأمل فيه واحمله على محمل حسن ولا تحمله على محمل الفساد، لأنك مطالب بهذا، فتصحيح كلام الناس والأئمة أولى من إبطال كلامهم.
وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري هذا مكتوب عليه. مولا الموضوع خطير، ده في لوازم أخطر مما يقول. ده أنت بتلزم أبو الحسن الأشعري بأن غالب المؤمنين كفار وهم معظم أهل الجنة. أنت بتقول إيه؟ أنت بتناقض النصوص الدينية. فلا، قال الكلام ده مكتوب عليه. ده بس يعني انحقد عليه العيال الوهابية في زمان وهم اللي طلعوا عليه الكلام دوت. ما هو الوهابية في كل زمان أساتذة في الكذب والتدليس والخداع باسم الدين. في كل زمان في وهابية وفي إخوان. وقال بعضهم، هو ابن السبكي في جمع الجوامع، التحقيق يعني ذكر الشيء على الوجه الحق الصواب، أنه أن الحال والشاه إن كان التقليد، هنرجع إلى أن الخلاف في معنى التقليد، إن كان أخذا لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم فلا يكفي إيمان المقلدين قطعا. إن كان التقليد عبارة عن إن أنت تأخذ بكلام الغير من غير أن يسوق لك دليل، مع أنه يكون مع هذه الحالة هناك وهم أو هناك شك فيما ساقه إليك، فده قطعا مش إيمان، لأنك أنت ما صدقتش، أنت ما قطعتش ولا جزمت ولا يعني تيقنت بما يعني قيل لك، فحينئذ لا يكفي قطعا. وإن كان التقليد أنا أخذ بقول الغير يذكره لي بغير حجة، لكن أجزم، لا احنا رحنا فيه، فلا يكفي إيمان قطعا لأنه لا إيمان مع أدنى تردد. هو بيكمل الكلام اللي فات، إن كان التقليد أخذا لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم فلا يكفي إيمان المقلد قطعا. ليه؟ لأن ده إيمان مع شك، إيمان مع وهم، إيمان مع تردد، ما يبقاش إيمان ولا كمان يبقى إحسان ولا يبقى إسلام. ده هزار يعني، لأنه لا إيمان مع أدنى تردد. عارف لو أنت متردد 1% فيما أخبرت من العلوم والعقائد الدينية لا يكفيك هذا، لأنه لا إيمان مع تردد. وإن كان التقليد أخذا، هو الأخذ بقول الغير بغير حجة أي بغير دليل، لكن جزما يعني لكن حصل الإيمان حصولا جازما فيه صاحبه، فإنه حينئذ يكفي، وهذا هو المعتمد. وحاصل ما قاله التاج السبكي أن التقليد يطلق طارة بمعنى قبول قول الغير بلا حجة، وتارة بمعنى الاعتقاد الجازم لا لموجب، فالمعنى الأول يجامع الوهم والشك، وهو لا يكفي. يعني إن كان في الآخر كده هقول لك أنا بطريقة بسيطة، إن كان التقليد معه شبهة الوهم والتردد لا يكفي، وإن كان وكانه القول بغير دليل وأخذه واعتقده ولم يتردد فيه ولم يتشكك فيه كفى ذلك، وإن خرج من العودة فيكفي إيمان المقلد عند الأشعري وغيره، خلافا لأبي هاشم في قوله إنه لا يكفي بل لابد لصحة الإيمان من النظر، النظر الذي ذكرناه لكم آنفا، إما على طريقة العامة وإما على طريقة المتكلمين. وقد أوضح هذا المعنى بعضهم فقال وقل أن ترى مقلدا في الإيمان بالله. ما في حد مقلد يعني في حياتك كده ما تأملتش في نفسك، في حياتك كده ما توصلتش من الأثر إلى المؤثر، ما حصلش لا خالص، ده مش موجود عند حد، لأن هذا الله أعطاك العقل وأعطاك منحة التفكير، فده ما يعني ده نادر. وقد أوضح طيب، قد أوضح هذا المعنى بعضهم فقال وقل أن ترى مقلدا في الإيمان بالله تعالى وكلام العوام في الأسواق محشو بالاستدلال. عارف العامة وانت قاعد تسمعهم كده في الأسواق كله عبارة عن استدلال وكلام بأدلة على طريقة من أعلى الطرق، بالاستدلال بالحوادث عليه
ما قلت لك اقول لك البطاطس اقول لك وانا اللي خلقتها. ده البطاطس ديت لها مخلوق، ده اثر وله مؤثر، والبطاطس حادثه وكل حادث لا بد له من محدث، يبقى البطاطس لا بد لها من محدث. بالاستدلال بالحوادث عليه وعلى صفاته بس على طريقه العامه، والتقليد مثلا ان يسمع الناس يقولون ان للخلق ربا خلقهم وخلق كل شيء ويستحق العباده عليهم وحده لا شريك له، فيجزم بذلك لجزمه بصحة إدراكه هو لا تحسينا لظنه بهم وتكبيرا لشأنهم عن الخطأ. يعني إيه؟ يا عم هو فلان الفلاني هيغلط، ده معنى كلام يعني، هو ده رجل كبير ورجل عاقل وهيغلط وأنا وراه. يعني أنت بتعمل إيه؟ أنت جزمت باللي في قلبك من اجل ان الراجل ده واثق فيه وان هو ما يغلطش وان هو لما يقول حاجه الحاجه دي تطلع صح، لا لجذبك بما في قلبك ولكن تحسينا لهذا الرجل. قال ان للخلق ربا خلقه وخلق كل شيء ويستحق العباده عليه وحده لا شريك له، فيجزم بذلك، يجزم بهذا بهذه المعاني السابقه لجذبه. أنا بجزم بهذه المعاني لجزم ذلك المخبر، لجزمه، لجزمي أنا بصحة إدراك ذلك الشخص مش بصحة إدراكي أنا، كما قلت لك. يعني يقول إيه؟ هو الراجل ده هيغلط، لا تحسينا لظنه بهم وتكبيرا، يعني لا يجزم بذلك تحسينا لظنه بهم اي بهؤلاء الناظرين وتكبيرا لشانهم عن الخطا، فاذا حصل له عن ذلك جزم لا يجوز معه كون الواقع النقيض، فقد قام بالواجب من الايمان، اذ لا يبقى سوى الاستدلال، ومقصود الاستدلال هو حصول ذلك الجزم، فاذا حصل ما هو المقصود منه تم قيامه بالواجب. في النسخ القديمة يقول لك ثم قيامه بالواجب، غلط، هي تم قيامه بالواجب. طيب نقرأ الحتة دي تاني، يقول لك والتقليد مثلا، يعني سورة التقليد، أن يسمع الناس يقولون إن للخلق ربا خلقهم، أدي واحد، وخلق كل شيء الاثنين ويستحق العبادة الثلاثة، فيجزم بذلك، يعني يجزم بها ما قيل له من هذه العقائد لجزمه بصحة إدراكه هو، هو يعني المدرك الشخص مش الآخر، لا تحسينا لظنه بهم. احنا عكسنا، بيقول لك يجزم بما قيل له من العقيدة لإدراكه هو، لجزمه هو، لا لتحسين الظن بهؤلاء. يقول لك لا، هو قال في خالق، في رازق، في شخص، في من يستحق العباده، فيعتقد هذا ويجزم به نظرا لادراكه هو لذلك، لا لتحسين ظنه بهؤلاء. يبقى انت عملت ايه؟ قمت بالنتيجه، بقي لك الاستدلال على النتيجه، يبقى انت جزمت بالنتيجه وهي نتيجه صحيحه، ولكن بقي لك ان تستدل على هذه النتيجه الصحيحه. قال فاذا حصل له عن ذلك جزم، اذا حصل لك عن هذا التقليد جزم ويقين، لا يجوز معه كون الواقع النقيض، يعني لا يكون هناك معه شك ولا تردد ولا احتمال ان يكون خلاف الواقع ما جزمت به، فقد قام بالواجب من الايمان، يبقى انت قمت بما وجب عليك من الايمان بالنتيجه. لم يبق سوى الاستدلال، ما بقاش عليك الا ان حضرتك تقوم بالاستدلال على تلك العقيده. ومقصود الاستدلال، قالوا طب ما هو مقصود الاستدلال ايه؟ حصول الجزم بالعقيده، طب انا حصل الجزم عندي. يعني هو انت عايز تستدل بيه؟
عايز استدل عشان يحصل في قلبي جزم بهذه العقيدة. طب ما هو أنا جزمت بهذه العقيدة نظرا لصحة إدراكي أنا لا لتحسين الظن بغيري، يبقى أنا عملت النتيجة وزيادة، لأن أنت عايزني أستدل حتى أجزم. طب ما هو أنا حصل لي الجزم، يبقى أنا مش محتاج للنتيجة، مش محتاج للاستدلال. قال: ومقصود الاستدلال هو حصول ذلك الجزم، فإذا حصل اللي هو الجزم ما هو المقصود؟ تم قيامه بالواجب، وإذا تم قيامه بالواجب لا يحتاج إلى شيء آخر. ده التحقيق. مقلد. لا هو مقلد، بس مقلد يعني حصل له جزم وحصل له قطع بالعقيدة، لا يحتمل مع هذا الجزم أن يكون خلافا للواقع ونفس الأمر. طب وانت مستدل ليه؟ عايز الدليل ليه؟ عشان أمسك بهذه العقيدة. طب من حصل للجزم يبقى خلاص كانوا بيقولوا اكتفين وتم الواجب والحمد لله. طيب قال: والتقليد، أي يعرف التقليد. قال: وهو قبول قول القائل بلا حجة، يعني بلا دليل. والقبول معناه اعتقاد الشخص قول غيره بمجرد كونه قول غيره بلا حجة، يعني أنا أعتقد ما يقوله ذلك الشخص لكون ذلك الشخص قد قاله لا لدليل ناشئ عنه ذلك القول. بلا حجة يذكرها للمقلد، يعني بلا دليل يذكره للمقلد. وقد اعترض المصنف التعبير بالقول، عند قبول القول. طب هو التقليد بيبقى في القول بس، ما هو بيبقى في الفعل، بيبقى في الاعتقاد، لأنه ليس من شرط المذهبي أن يكون قولا، ممكن يكون المذهب فعل. فكان ينبغي التعبير بما يعم الفعل والتقليد أيضا، لأنه هو ده اللي بيحصل فيه التقليد. بتقول قبول قولي، هو المذهب قول بس؟ ما هو المذهب ممكن يكون تقرير، المذهب ممكن يكون فعل. رآه يفعل كذا ففعل مثل ما فعل تقليدا له، يبقى هو اعترض على عبارة القول لأنها غير جامعة. وأجيب عنه، أي عن هذا الاعتراض، بأن القول يطلق على ما يشمل القول اللفظي وعلى الفعل وعلى التقرير. وأجيب عنه بأن القول يطلق على الرأي والاعتقاد المدلول عليه باللفظ تارة، يعني القول هو المذهب ده عبارة عن إيه؟ المذهب ده عبارة عن عقيدة ورأي داخلي. الرأي الداخلي ده قد يكون مدلول عليه باللفظ تارة، وقد يكون مدلول عليه بالفعل تارة، وقد يكون مدلول عليه بالإقرار والتقرير تارة أخرى. يبقى المذهب عبارة عما يعتقده الإنسان في قلبه، عن الرأي الداخلي للإنسان. هو مذهبك إيه؟ يعني الذي تعتقده في هذه المسألة. ممكن إن أنا أبين لك عقيدتي في هذه المسألة بالقول، ممكن إن أنا أبينها لك بالفعل، ممكن إن أنا أبينها لك بالتقرير. وأجيب عنه بأن القول يطلق على الرأي والاعتقاد المدلول عليه باللفظ تارة، وبالفعل تارة، وبالتقرير المقترن بما يدل على ارتضائه أخرى. مش التقرير بس، ده تقرير وإقرار يكون معه رضا بذلك المذهب. وهذا الإطلاق قد شاع، اللي هو إيه؟ اللي هو يقول القول يطلق على ما يعم الثلاثة. وهذا الإطلاق اللي هو إطلاق الرأي على يعني العقيدة الداخلية، ما هو الرأي عبارة عن إيه؟ المذهب عبارة عن إيه؟ رأي داخلي يدل على القول، يدل عليه الفعل، يدل عليه التقرير. وهذا الإطلاق الذي ذكره بقوله إطلاق على كذا وكذا، ده صار حقيقة عرفية، يعني صار مشهورا في كلام القول
وإذا تكلم انصرف الذهن إليه، فصار حقيقة عرفية عند القوم، بمعنى أنه يطلق وتنصرف أذهان يعني هؤلاء إلى تلك الحقيقة. قال وهذا الإطلاق قد شاع، شاع وذاع وانتشر بين أهل الفن حتى صار كأنه حقيقة عرفية. طب وعلى مقتضى هذا الجواب جرى جماعة منهم السعد التفتزاني والأبهري. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يذكره من الأحكام يسمى تقليدا، يعني لما أنت تأخذ بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبقى أنت كده مقلد، لأنه هو ما ذكر لكش الدليل. كلام حلو يعني. قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يذكره من الأحكام، أما يقول لك مثلا الضب حرام ما ذكر لكش بقى الدليل يسمى تقليدا، لأن ما يأتي به من الحكم يجب الأخذ به من غير ذكر ذلك الدليل، من غير ذكر دليل ذلك الحكم. مش هتقول له بقى أين الدليل الذي نزل عليك على أن الضب حرام، وإن كان قد أقام الحجة الموجبة لقبول قوله أولا بالمعجزة. طب ما هو أقام لك المعجزة التي تدل على وجوب الأخذ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أنه مبلغ عن الله، وعلى أنه يعني هو خاتم النبيين وهو رسول رب العالمين. وإن كان حتى وإن كان يعني ده للتعميم، قد أقام الحجة ابتداء الموجبة لقبول قوله أولا بالمعجزة، أقام المعجزة على أنه رسول الله وعلى أنه موحى له. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي ومن المجتهدين من قال بأن التقليد قبول قول القائل، والحال أنك لا تدري مأخذه. طب هو دليله إيه؟ طب افرض أنه هو ألهوني قال لي هذا القول وأنا أدري من أين قاله وأنا أدري دليله، إذا ما إيش تقليد لأن أنا عارف الدليل. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا معرفة لك بمأخذه في ذلك، مأخذه يعني دليله، أنت لا تعلم دليل هذه المسألة. فإن قلنا، وهذا تفريع على ما سبق، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بالقياس، يعني كان يجتهد، يعني يقول بالقياس يعني كان له أن يقيس وكان له أن يلحق الفرع بالأصل لعلة بينهما ويذهب إلى العلة بمسالكها ويستنبطها وإلى آخره، بأن يجتهد، وهو الصحيح إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد. وقول الجمهور، وهو الصحيح وقول الجمهور من جوازه ووقوعه، يعني أنه جائز وأنه واقع، يعني ممكن عقلا وواقع شرعا، لأنه لا يترتب على اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم محال، لا لنفسه ولا لغيره، وبالإضافة إلى ذلك أنه وقع، والوقوع خير دليل على الجواز، لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يعني اجتهدوا يعني قيسوا، وأولي الأبصار دخل فيهم سيدنا رسول الله لأنه أعظم أولي الأبصار وأكمل أولي الأبصار صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الاجتهاد فضيلة، فإذا حصلت لبعض الأمة فمن باب أولى أن تحصل لأفضل الأمة، هل هناك فضيلة تحصل لأحد دون أن تحصل لرسول الله؟ وكان صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس بصيرة وأكثرهم خبرة، أكثرهم خبرة بالنص وبدلالة النص وبوجه الدلالة. أنت فاكر ده كان عنده إن مش عند المجتهدين لما يجمعوا مع بعضهم كده كان لديه ما ليس لديه، هو كان في حد في فطنة رسول الله
حد في ذكاء رسول الله، حد في فهم رسول الله، ده فهم عن الله، فهو أخبر بمراد الله، بل هو سيد أولي البصر بشرائط القياس، يعني بأركان القياس وبشرائط القياس وبالعلة إلى آخره، فيكون مأمورا بالقياس صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون فاعلا له ما دام أمر بالقياس، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يعني يطبق ما أمره الله سبحانه وتعالى لأنه معصوم عن المخالفة، فيكون قد قام بعملية القياس لأنه أمر بها فاعلا لها، فاعلا له صيانة لعصمة عن ترك المأمور. ده أوجب عليه النظر، وإذا كان النظر واجب عليه لابد أن يطبق لأنه معصوم ولأنه أشق على النفس. النظر ده في مشقة، البحث ده في تعب، وما دام في تعب يبقى في ثواب أكثر، وما دام في ثواب أكثر ومنقبة أكثر يبقى هو أولى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون أكثر ثوابا، فلا يكون حاصلا لبعض الأمة دونه. يعني إذا كان في ثواب وثواب عظيم، فكيف يحصل لبعض الأمة دون أن يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه نصيب؟ بل أنا أعتقد أنه هو الذي وزع منصب الاجتهاد على المجتهدين، لأنه قاسم، فأعطى كل إنسان ما له من الاجتهاد، ده هو اللي بيوزع. ده اعتقادي كده، ما اللي عايز يكفرني كفرني. ولقوله تعالى: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تجدان له عفى الله عنك، لما أذنت له؟ عوتب وجه الدلالة هما على استبقاء أسرى بدر بالفداء. قال لا، إحنا أسرى بدر دول إحنا مش عايزينهم، وإحنا هنديهم وهكذا. وعلى الإذن لمن ظهر نفاقه في التخلف، ظهر نفاقه لا ما تجيش معه، أذن لمن ظهر نفاقه أن يتخلف عن الغزوة، أي عن غزوة تبوك، ولا يكون يعني ولا يوجد ولا يحصل العتاب واللوم فيما صدر عن وحي. ما دام صدر عن وحي هيعاتبه ليه؟ ما دام بيعاتبه يبقى هو صدر عن اجتهاد، لأنه كيف يعاتبه وقد هو أمره بذلك أمرا صريحا مباشرا نصا فيما يعني طبقه، فيكون عن اجتهاد. ولحديث أبي داود عن أبي سلمة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان يختصمان في مواريث، في مواريث وأشياء قد درست، يعني ذهب وذهب أثرها، فقال: إني أقضي بينكما برأيي، يعني باجتهادي في شيء لم ينزل علي فيه وحي، لم ينزل علي فيه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما قالت أخت النضر، أخت النضر مش النضر، أخت النضر: ما كان ضرك لو مننت وربما، يعني أطلقت يعني صراح هذا الأسير، من الفتى وهو المغيظ المخنق، يعني الإنسان كان يفعل الشيء وهو كاره، يعني أنا بعمله وأنا يعني مش طايق، كما يعني يلتقي الإنسان ببعض الناس، قد يفعل الإنسان الشيء وهو يعني لا مؤاخذة من جوه مش متحمل، وتقعد وتبتسم: اتفضل حضرتك، سؤالك ايه؟ فيجوز ان يسمى قبول قوله صلى الله عليه واله وسلم تقليدا، لاحتمال ان يكون عن وحي. لما يقول لك الضب حرام، طب انا هعمل بيه ان الضب حرام، يبقى هاخذ بيه ان الضب حرام، ده ممكن يتسمى تقليد. ليه؟ قال ان احتمال يكون عن اجتهاد، واحتمال يكون عن وحي قد نزل له صلى الله عليه واله وسلم، وان يكون عن وحي. وان قلنا بانه لا يجتهد، وهذا ما مال اليه شيخنا حفظه الله رفعه لمنصب النبوه عن ان يقال فيها قيل وقال، وانه هل اذا اجتهد هل يخطئ او لا يخطئ، هل يقره الوحي على الخطا او لا،
كل ذلك ترقية وترفيعا لشأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كان شيخنا حفظه الله فضيلة مولانا العلامة يعني يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يجتهد، كل ما خرج من فمه وحي وما ينطق إلا بالوحي، ما كانش بيجتهد. ليه؟ لأنه لما تقعد وتسمع كده الكلام اللي قيل في هذا الباب، وإن كان كله كلام يعني احتمالات، والله مقام النبوة أرقى وأرفع من هذا، لكن ده ما رأي الجمهور. أنا أملي وكل الأدلة التي تدل على الوقوع أولها شيخنا وله كتاب مؤلف في هذا، وإن قلنا بأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد وإنما يقول عن وحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون إلا عن وحي. ولأن سيدنا رسول الله الاجتهاد ده ظن والوحي ده قطع، فإذا كانت في المسألة يعني قدرة على الظن وقدرة على القطع، أيهما يأخذه الإنسان؟ لا، هيأخذ الطريق الذي يوصله إلى المقصود قطعا، ولا يسلك الطريق الذي يوصله إلى المقصود ظنا. قدامك طريقين، الطريق ده 100% هيوصلك إلى المقصود، وطريق آخر ممكن يوصلني وممكن ما يوصلنيش. أنت عقلا هتأخذ أنه طريق؟ ولذلك إذا كان قادرا على اليقين لا ينبغي له أن يأخذ بطريق الظن. طب الاجتهاد ده ظن والأخذ بالوحي ده إيه؟ يقين وقاطع. يبقى لا يأخذ بالاجتهاد مع وجود الوحي، لأنه يكون تاركا لطريق اليقين إلى طريق الظن. ده يعني أحد الأدلة، وإن كان يعني بدك مناقش فيه. قال وأما الاجتهاد فهو لغة بذل الوسع بالضم فيما فيه كلفة، يعني في شيء فيه مشقة. واصطلاحا بذل الوسع من الفقيه، الفقيه يعني المجتهد المؤهل لهذا، بأن هذه الباء للتصوير، يبذل تمام طاقته، يعني يبذل كل طاقته بحيث لا يكون هناك شيء لم يبذل في النظر في الأدلة، يعني في فحص الأدلة وفي يعني استنباط الأحكام منها على الأدوات والقواعد العلمية، في بلوغ الغرض. الغرض ما لأجله إقدام الفاعل على الفعل. هو إيه الغرض؟ أن الحاجة اللي خلتك أنت تقدم عليها. الغرض إن أنت تيجي مصر، إن أنا أصبح عالم. يبقى كينونة العالمية هي الغرض التي جعلتك تأتي من ماليزيا إلى مصر، وجعلتك تسافر. لماذا؟ هو الغرض. الغرض المقصود من تحصيل ظن بحكم شرعي، يعني بنظر في الأدلة حتى أحصل هذا الظن الذي يصاحبه الحكم الشرعي. فالمجتهد إن كان كامل الآلة، المجتهد المطلق إذ هو المقصود عند الإطلاق فهو الكامل في أدواته، فالمجتهد أي المجتهد المطلق إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، كامل الآلة احنا تكلمنا عنها قبل ذلك، بيكون معاه العلوم والأدوات التي تعينه على الاجتهاد بتمام وكمال كما مر في كمال الآلة. فإن اجتهد في الفروع احترز به عن الأصول لأننا تكلمنا عليها قبل ذلك، فأصاب، أصاب أي وافق ما اعتقد الواقع ونفس الأمر، يعني ما عند الله. فأصاب يعني إن رأي والذي توصل إليه أصاب ما عند الله، أي وافق ما عند الله سبحانه وتعالى. أصاب الحق أي ما عند الله، فله أجران، يعني له ثوابان، ثواب على أنه بذل ونظر واستنبط وفحص الأدلة،
وله ثواب آخر على أنه قد وافق. أما ثواب المنافقة الموافقة فإنها بمحض فضل الله سبحانه وتعالى لأنها ليست على فعله. وأما فعله وهو يعني النظر في الأدلة فقد أخذ عليه الأجر. طب الموافقة لا، دي بمحض فضل الله وليست من فعلك، فقد يثاب الإنسان على ما ليس من فعله. فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. وإن اجتهد فيها وأخطأ، أخطأ يعني إيه؟ يعني لم يوافق ما عند الله سبحانه وتعالى، يبقى كان مراد الله من هذا الحكم الحرمة وهو توصل إلى الحل. واخد بالك؟ وفي ناس دايما بتتوصل للحل على طول يا شيخ مصطفى، ما عندوش حرام. سبحان الله. لكن ليس مجتهد عندك، أما عند نفسه فهو من كبار المجتهدين، وهو منحة الإسلام، بل يعتقد في نفسه أنه محنة الإسلام، منحة الإسلام. يعني مش حق ظاهر الأول. وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر، أجر واحد على اجتهاده. أنت عملت إيه؟ أنت وافقت الأمر الشرعي، يعني نظرت في الأدلة وبحثت وفحصت وسهرت حتى توصلت إلى ذلك الحكم، يبقى حضرتك تأخذ ثواب على عملك بس كده. طب والموافقة؟ وأنت وافقت، هو أنت أصبت ما عند الله؟ هو أنت توصلت إلى مراد الله؟ ما توصلتش. لبذله، أي بسبب بذله وسعه، لبذله وسعه، يعني بذل وسعه، لأن بذل ديت يعني مصدر وعملت فيه المفعول، لبذله وسعه في طلبه. لأن خلي بالك لبذله الضمير دوت اللي هو الفاعل من إضافة الإيه؟ المصدر إلى فاعله. بذل الشخص وسعه في طلبه، أي في طلب الحكم الشرعي، وسيأتي دليل ذلك. وهذا بناء على الصحيح ورأي الجمهور أن المصيبة فيها واحد، يعني أن المصيبة في الأمور الاجتهادية فرض واحد بس، يعني المذاهب الأربعة أو المذاهب الأربعة وتسعين أو المجتهدين على وجه الأرض في مسألة واحدة المصيب فيهم واحد، وهو ما وافق مراد الله سبحانه وتعالى وإرادته في هذا. ولله تعالى فيها حكم. بس قبل ما نقول إن المصيب واحد بنقول حاجة مهمة، هو ربنا سبحانه وتعالى في هذه المسألة الفروعية له حكم معين فيها أو ليس له حكم؟ قال لا، ده ليه حكم معين، قال يبقى خلاص هو المصيب فيها واحد. ولله تعالى فيها حكم قبل الاجتهاد، فضل خلاص أزفت الأزفة. وقيل لا دليل عليه، يعني ذلك الحكم الذي لله سبحانه وتعالى في المسألة لم يجعل ولم ينصب عليه دليلا، هو ليه حكم ولكن ما عملوش طريق تصل إليه. أنت بقى تجتهد وتصل إليه بالموافقة، وصلت وصلت، ما وصلتش ما وصلتش، زي بالظبط كده هو عملنا قرعة وكتبت لك عليها أسماء وراح واحد سحبها، يبقى دي موافقة ملهاش طريق معين، لا دليل عليه، بل هو كدفين، يعني واحد بالظبط دفن كنز 50 كيلو دهب في أي مكان وانت فحرت كده وتوصلت للدفين، هل انت توصلت بطريقة ووسائل معينة؟ اداك خريطة زي خريطة حسن الهلالي وقال لك امشي مثلا في المكان الفلاني 100 خطوة على ايدك الشمال ثم 400 خطوة على ايدك اليمين ثم بعد ذلك احفر 3 متر تحت؟ ما حصلش. جدفين يعثر عليه الانسان مصادفة، يصادفه من شاء، يعني يوافقه من شاء بلا اي طريق معين رسم الله له، يعني طريقة معينة، معناها أن ربنا ما رسمش دي طريق، بل هو دفنه وقال لك هو مدفون، زي بقى ما يصادفه
عارفين زي ايه كده بالظبط؟ زي بالظبط كده اللي هو الايس كريم. يقول لك لو طلع لك واحده فيها في العلبه هتاخد واحده كمان عليها زياده. طب هو ليها طريقه معينه عشان اوصل للواحده اللي هي الزياده دي؟ لا، ممكن تقع في حظك وممكن تقع في حظ غيرك. ده فيه. والصحيح ان عليه اماره، يعني ان على ذلك الحكم الذي لله سبحانه وتعالى عليه دليل ضمني، وان المجتهد مكلف يعني مطالب باصابته يعني بموافقه ذلك الحكم الذي لله سبحانه وتعالى في هذه القضيه، لامكانها يعني لامكان تلك الموافقه لانها ممكنه وسهله. وقيل لا، يعني ليس مكلفا باصابتها. ليه؟ قال لانها غامضه، لان الوصول يعني الى مراد الله من هذه الادله الظنيه غير ممكن. لا نكلف اصابه الحكم المعين عند الله تعالى لكونه من الخفاء بمكان. ده الدليل الظني. كيف اتوصل من الظن الى مراد الله سبحانه وتعالى؟ لا، ده الدليل خفي، لان الطريق القائم عليه طريق لا يوصل اليه غالبا، ده مراد صاحبه. قال: وقيل لا لغموضه، لغموض يعني الدليل. وقيل ان مخطئه يأثم. طب انا اجتهدت واخطأت ذلك الحكم الذي لله تعالى، يعني يبقى انت آثم. ليه؟ قال لي انك لم تصب حكم الله سبحانه وتعالى، ما وافقتش ما اراده الله. ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، اللي بيسموهم المصوبه للحق اي ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا راي الشيخ ابو الحسن الاشعري والقاضي ابو ابي بكر الباقلاني وابي يوسف ومحمد صاحبي ابي حنيفه وابن سريج. ثم قال الاولان اللي هو ابو الحسن الاشعري والقاضي ابو بكر الباقلاني: حكم الله، قال خلاص ما ليش حكم، بس اللي هو المجتهد يظنه من خلال النظر في الادله يبقى هو حكم ربنا. قال: حكم الله فيها تابع لظنه، هو ليس لله فيها حكم معين في المساله قبل الاجتهاد، وانما الذي توصل اليه المجتهد وظنه من خلال النظر في الادله هو حكم الله سبحانه وتعالى. قال: تابع لظنه، فما ظنه فيها اي المساله من الحكم فهو حكم الله. يبقى حكم الله تابع لظنه، فهو حكم الله في حقه، يعني في حق ذلك الشخص المجتهد، وحق مقلده، يعني حق من أخذوا بقوله. وقال الثلاثة اللي هم من الثلاثة أبو يوسف محمد محمد وأبو يوسف ومحمد، يبقى أبو يوسف ومحمد وابن سريج، الثلاثة دول، لأن هم ذكر خمسة، ذكر أبو الحسن الأشعري والقاضي، وذكر أبو يوسف ومحمد وابن سريج. الثلاثة دول بيقولوا إيه يا مشايخ الإسلام؟ هناك شيء، يعني في حاجة، لو حكم الله فيها لكان به، يعني لكان بذلك الشيء. هو في حكم، لو ربنا حكم هيكون بذلك الحكم. ومن ثم قالوا في من لم يصادف ذلك الشيء، اللي هي الحاجة اللي هي لله، لو كان حكم بيها، لو كان حكم ربنا كان حكم بذلك الشيء. قال هذه الأشياء، قالوا ولذلك قال: من لم يصادف ذلك الشيء أصاب اجتهادا، يعني أصاب في اجتهاده لأنه بذل ما في وسعه، وهذا هو المقدور. أنت عملت إيه؟ نظرت في الأدلة وفحصت وسهرت وتعبت، كويس، أنت مصيب ابتداء لأنك طبقت الأدوات والوسائل التي من خلالها يتوصل الإنسان إلى النتيجة. أصاب اجتهادا لا حكما، يبقى هو في اجتهاده مصيب، لكن حكمه غير مصيب. ليه؟ لأنه لم يصادف ما عند الله
أو لم يصادف الذي لو حكم الله لحكم به. لا حكما وابتداء، يعني وأصاب فيه الابتداء من حيث البحث والنظر، لا انتهاءا. انتهاءا اللي هو ايه؟ النتيجة. ابتداء يعني في الاجتهاد، وانتهاءا يعني في النتيجة. اجتهادا يعني في البحث، وحكما يعني في النتيجة. وهذا فيما لا قاطع فيه، يعني هذا في الفروع التي لا قاطع فيها. أما الجزئية يعني كالوتر والوقف على النفس والنية في الوضوء ونحو ذلك من المسائل الخلافية التي فيها قاطع من نص أو إجماع واختلف فيها لعدم الوقوف عليها، فالمصيب فيها واحد وثاقا وهو من وافق ذلك القاطع. يبقى وهذا فيما لا قاطع فيه، كلام كل اللي قاله الكلام ده من أبو الحسن الأشعري والقاضي البقلاني وما بعده، إنما هو حاصل فيما لا قاطع فيه، أي في الفروع التي لا قاطع فيها. وأما الجزئية يعني الفروع الجزئية التي فيها قاطع من نص أو إجماع واختلف فيها، يعني اختلف في هذه الفروع لعدم الوقوف على ذلك القاطع وعلى ذلك النص القاطع، فالمصيب فيها واحد اتفاقا. ليه؟ لأنه أنت حضرتك ما وصلكش القاطع، أنا وصلت القاطع خلاص، يبقى أنا مصيب فيها لأنني وافقت القاطع وأنت لم يصل إليك القاطع. أو قال له يا شيخ مصطفى من نص أو إجماعي واختلف فيها، مش بسبب الخلاف يعني سبب من التفسير، واختلف فيها بسبب يعني لا بسبب النظر فيها وأنها ظنية، لا ده بسبب أنها ثبتت عند البعض ولم تثبت عند الآخرين. أما في ذاتها لا، ما هو في ممكن إن إحنا نختلف في أدلة، لكن خلافنا ليس في ثبوت هذه الأدلة ولكن في دلالات هذه الأدلة. تقصد القاطع هنا ورود نص أو إجماع بظرف النظر، بمعنى هنا قال وأما الجزئية التي فيها قاطع لكن اختلف فيها لا لسبب كونه نظر في استنباطات ذلك القاطع، وإنما بسبب أنه وقف عليها بعض الناس ولم يقف عليها الآخرون. من حيث الثبوت لا من حيث الدلالة. من حيث الثبوت لا من حيث الاستنباط. الثبوت حلوة مع الاستنباط. واختلف فيها لعدم الوقوف في ذلك الفروع عليها، فالمصيب فيها واحد وثاقا وهو من وافق ذلك القاطع. وقيل على الخلاف ضعيف جدا فيما لا قاطع فيه، قالوا أيضا هذه برضك بعضهم ألحقها بما لا قاطع فيه، قال لا المصيب فيها واحد ولا المصيب فيها مش واحد وهكذا، فيأتي فيها كل مجتهد مصيب ولا يأثم المخطئ فيه فيها على الأصح لما مر، لأنه بذل كل ما لديه، ومتى قصر مجتهد في اجتهاده أثم وثاقا مطلقا، يعني في اجتهادي مطلقا في التي فيها القاطع أو التي ليس فيها القاطع قصرت، يعني أنه يعني لم يبذل النظر المستقصي النظر التام. ويؤخذ من قوله إن كان كامل الآلة أن المجتهد على قسمين، كامل الآلة وغيره، وهو كذلك، لأن كامل الآلة هو المجتهد المطلق، وغيره إما مجتهد مذهب وإما مجتهد فتية. كامل الآلة يعني إيه؟ يعني أعلى درجة من درجات المجتهدين، لأن المجتهدين درجات، ده كمان فيها المستقل وبعد كده المطلق وبعد كده مجتهد المذهب وبعد كده مجتهد الفتية. المستقل ده كما عرفناه قبل ذلك هو الذي يضع القواعد الكبرى، واخد بالك؟ والمستقل ده منقطع من سنوات من قرون، وكان شيخنا يقول انقطع المجتهد المستقل لنفاذ القسمة العقلية،
لان المسائل خلاص اتحطت فيها كل القواعد وكل الاحتمالات بس خلصت. لان كاملها هو المجتهد المطلق وغيره اما مجتهد المدى واما مجتهد الفتية. وقد مر تعريفهما، ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلاميه مصيب. يا سلام، هو بقى اللحسه العقليه اللي من دول ديت. لك اصول دول اجتهدوا في علم الكلام وتوصلوا الى ما توصلوا اليه، فلذلك هؤلاء ليسوا كفار. بنسمع الكلام ده اللي من دول، والشيخ مصطفى زغلول اتلسع بالكلام ده. بس مش هنقول بقى شيخ مصطفى. عشرة سنين يعني، واخد بالك؟ هقول لك عليه. أي العقائد وهو علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى. ذات الله لا من حيث هي، وإنما من حيث وجودها وما يجب لها وما يجوز عليها وما يمكن في حقها وما يجب له وما يمتنع عليه من الصفات وأحوال الممكنات. والمبدأ والمعادن على قانون الإسلام، يعني على عقيدة الإسلام وقواعد الإسلام، كوجود الباري ووحدته، يعني إثبات وحدانيته، وإثبات الصفات، وصحة النبوات، وإلى آخره، مصيب بالإجماع. بس كده يبقى ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، وإلا هتبقى مصيبة، أي مصيب في اجتهاده بأن وافق ما أدى إليه اجتهاده ما هو الواقع، كما نقله الآبدي وغيره. يعني نقل الإجماع أهو اللي دلوقتي في بعض الفتن يقول لك أصل الإجماع مش حجة. يا سلام، ويقول لك أصل أنا أستاذ يعني قسم الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، واحدة تانية تقول لك أصل المواريث ديت يعني ده اجتهاد. يا سلام، ايه ده؟ ده احنا في عصر نعلم بلا ربنا، ويسموا نفسهم متكلمين، واللي يسمي نفسه مش عارف فقيه، واللي يسمي نفسه بحاسه، وهكذا. وكل هؤلاء الله سبحانه وتعالى يعني يحاسبهم على ما فتنوا به خلق الله يوم القيامه. لانه يعني لان الحال والشان لا سبيل الى ان كلا من نقيضين. بس حضرتك لو قلت كل يعني كل مجتهد في الاصول الكلاميه مصيب، يبقى حضرتك كده ما تعرفش لوازم كلامك، لوازم كلامك ان انت بتقول بان الضدين يجتمعوا او النقيضين يجتمعوا او ان الواحد مع التعدد يجتمع. ازاي يا مولانا؟ ازاي الكلام ده؟ اصل انت بتقول مصيب يعني موافق لما عند الله، موافق للواقع ونفس الامر. فتقول الثلاثه اجتهد وهو موافق للواقع ونفس الامر، واللي قال بانه واحد اجتهد وهو موافق للواقع ونفس الامر، يبقى في الحقيقه حضرتك بتقول ايه؟ الواحد لا، ثلاثه والثلاثه واحد. ايه الجبال ده؟ ما هم مش فاهمين اللوازم، لانه ما تعلموش التفكير العميق. كلا من نقيضين، نقيضين يعني الوجود واللا وجود، او الشيء ونفيه، أو ضدين، ضدين يعني إيه؟ يعني وجوديان، بينهما غاية المخالفة لا يجتمعان وقد يرتفعان ويخلفهما ثالث. حق، يبقى النقيضين حق. يعني هو موجود لا موجود، حق. لا ده أنت عايز تدخل يعني مكان يعالج الجنون. بل أحدهما فقط، بس كده، يا واحد يا ثلاثة. والآخر باطل، الثلاثة طبعًا باطلين. لأنه واحد. فمن لم يصادف الحكم أي ما عند الله تعالى فهو آثم وإن بالغ في النظر. أنت ما صادفتش وحدانية الله حتى وإن نظرت وتأملت وخرج إن هم ثلاثة. الأم الأب والأم والروح القدس. برضه حتى وإن خرج وعندك ثلاثة ونظرت واستقصيت وهكذا فأنت آثم وإن بالغ في النظر. وسواء أكان مدركه عقليا، يعني كان دليل المسألة دليل عقلي كحدوث العالم. أيضا المخالف في حدوث العالم الذي قال بالقدم آذر حتى وإن استقصى وألف وتأمل إلى ما لا نهاية. أم شرعيا؟ أم كان الدليل شرعيا؟
كعذاب القبر، أي متوقف على السمع والأدلة الشرعية، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة، يعني أهل الزيت والانحراف من النصارى في قولهم بالتثليث. ده الرملي اللي بيقول، اللي عايز يحاكم يحاكم الرملي، احنا بننقل، اي باعتقادهم ان الالهة ثلاثة. ده الكلام ده للتفتزاني يا اخوان، عشان ما حدش يقول شدود ايه، ده التفتزاني وربنا، وانا معتقد يعني هنخاف، ما اعتقد كل واحد هيتحاسب عليه. اوعى تشيل الكلام ده من المطبقة. باعتقادهم ان الالهة ثلاثة، الله والمسيح ومريم، على ما يشهد له قوله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أو كون الله ثلاثة. ده بقى في كلام في هذا، النسب أنهم يقولون ثلاثة أقانيم: أقنوم الأب وأقنوم الأم وأقنوم الروح القدس، ويريدون بالأب الذات، وبالابن العلم، وبالروح القدس الحياة. فهم في الحقيقة قائلون بكونهم ذوات. يقولكش لا، أصل دي زي الصفات عندنا، لأن بعض الخايبين من الذين يرتدون العمامة الأزهرية ويجب أن يحاسبوا عليها بيقول الكلام ده، بيستدللوا. طب ما هم بيقولوا زيكم، يعني مش انتوا بتقولوا ربنا وله صفات، وان الصفات قديمه، وان الذات قديمه، طب ما هم بالظبط زي كده. قالوا لا، بص بقى كلام العلماء اللي فاهمين، اما ده لا، ده مش عالم حتى وان ارتدى العباده النزاريه. امال ايه؟ ولا حاجه، غوغاء، لا يفهمون شيء. فبيقول لك اهو، فهم قائلون بكونها ذوات، لأنهم قائلون بأقنوم العلم إلى بدن عيسى عليه الصلاة والسلام، والمستقل بالانتقال هو الذات لامتناع انتقال الأعراض، فقد قالوا بذوات قديمة. ده كلام بقى طويل في هذا الباب، لأن الكلام ده مش كده، لأن الكلام ده فيه بقى شروع وهكذا، لكن ده ملخص اللي هو هنا. والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم بالنور والظلمة. طيب، وفي برضك يعني، فإنه عندهما قديمان اللي هو النور والظلمة، وتولد العالم من امتزاجهما، يعني من امتزاج النور والظلمة. الكلام كله عبط، يعني ايه الكلام ده؟ ولا عقائد خائبة. ولعلهم أرادوا بالنور والظلمة خلاف المتعارف عليه، خلاف المتعارف على النور والظلمة، لأن النور هنا وجودي والظلمة عدم، فإزاي الاثنين امتزج العدم مع الوجود وخلق الدنيا ديت؟ وإلا فالظلمة عدم الضوء عما من شأنه أن يكون مضيئا. شوف تعبيره، الظلمة عبارة عن إيه؟ عدم النور عما من شأنه أن يكون مضيئا. فأنا كده هو لو ما نورتش ما ينفعش تقولي إن أنا إيه؟ مضيئا، لأن أنا مش من شأني أن أكون مضيئا. الشيخ مصطفى من شأنه أن يكون مضيئا، ولكن إضاءات معنوية وأنوار صمدانية من شأنه أن يكون مضيئا، والنور ما قام بالمضيء لغيره كالقمر بخلاف المضيء بذاته. طيب، كلام طويل في هذا، ده كلامهم وهذا تحرير ما عندهم. فلعلهم يعني بيقولوا ان النور والظلمة ده عبارة عن جسمين، والجسمين اللي امتزج ومن خلاله يعني صار هذا الأصل. والكفار في نفيهم التوحيد، اي انكارهم كون الله سبحانه وتعالى واحد، وبعثة الرسل، ونفيهم بعثة الرسل الى الخلق بان انكروها بالكلية. والكفار من عطف العام على الخاص، يعني لما قال يا أولاد
تصويب أهل الضلال من النصارى والمجوس والكفار. يعني هو برضك اهو يعني هو قال لك ايه؟ النصارى والمجوس والكفار. فأصبح إن الكفار ده عام، وإن اللي قبله إيه؟ اللي قبله خاص. من عطف العام اللي هو الكفار على الخاص اللي هم النصارى، يبقى النصارى كفار. والمجوس، المجوس كفار. يجي واحد يقول لك أصل إحنا ليس من شأننا أن نحكم على عقائد الناس. خيرك الله. ليجمع جميع الأنواع والملحدين، يعني المنكرين، في نفي صفاته تعالى كالكلام، لأن المعتزلة نفوا كلام المولى سبحانه وتعالى اللي هو الكلام النفسي، وخلقه أفعال العباد، لأنه نفوا أفعال العباد. قال لك لا، ده العبد هو يخلق أفعال نفسه، أي الأفعال الاختيارية، حيث قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه الاختياري. خيبكم الله أيها المعتزل. وكونه مرئيا في الآخرة، وإن كريم أنه سبحانه وتعالى يرى في الآخرة لا في مكان، يرى لا في إيه؟ لا في مكان، وغير ذلك. والإلحاد الميل عن الاستقامة عن طريق الحق، يقال ألحد ولحد في دين الله حاد عنه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله إن الذين يلحدون في آياتنا، قال الإلحاد هنا هو تبديل الكلام ووضع الكلام في غير موضعه، يبقى الكلام معناه حاجة وينزله على حاجة تانية، زي الوهابية كده يأخذون آيات جعلت في الكفار ويجعلونها في المسلمين، يبقى دول ايه؟ ملحدين. مش ملحدين بمعنى ان هم منكرين وجود الله وكلا، ملحدين يعني انهم زاغوا عن الطريق المستقيمة. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة، يعني موافقا لما عند الله سبحانه وتعالى وجوب. الاول هو جاب هنا حوالي 4 أدلة نقرأها برضك ان شاء الله مع بعض. قوله تعالى ففهمناها سليمان، ففهمناها هائية يعني الحكومة، فهمنا الحكومة سليمان. قال والضمير للحكومة اللي هو ضمير ايه؟ ها. والفتية، ففهمنا الحكومة والفتية لسليمان. ولو كان، ما هو ما قالش داود كمان، ولو كان كل من الاجتهادين اللي هو اجتهاد سيدنا داود واجتهاد سيدنا سليمان صوابا أي موافقا لما عند الله سبحانه وتعالى، لما كان لتخصيص سليمان بالذكر جهة. لو كان سيدنا داود مصيب في الاجتهاد وسيدنا سليمان مصيب في الاجتهاد، يبقى ما هي فائدة تخصيص سيدنا سليمان بالذكر بأنه قد فهم القضية والفتية؟ تخصيصه لأنه هو الذي وافق فقط لا غير. ولو كان نعم، لأن كل منهما قد أصاب الحكم وفهمه. طب ما هو سيدنا ده مصيب وسيدنا له مصيب، يبقى ما دام الاثنين مصيبين ما كانش ذكر بقى أنه اللي فهمها، ها فهمها سيدنا سليمان. والثاني، وده طبعا ظني، الأحاديث والآثار الدالة على ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطأ، يعني تارة يكون صوابا وتارة يكون خطأ، بحيث صارت متواترة المعنى. كل الأحاديث هذه إذا اجتمعت فإنها تدل على أن المجتهد تارة يكون مصيبا أي وموافقا لما عند الله، وتارة يكون غير موافق لما عند الله سبحانه وتعالى. منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، متفق عليه أي بين البخاري ومسلم. ولفظ البخاري إذا، انتبه، اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. وفي رواية الحاكم إذا، خلي بالك برضك من العبارة، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإن أصاب فله 10 أجور. ده رواه الحاكم والدارقطني. وقال الحاكم يعني
صحيح الإسناد. لا ده البخاري يقول لك ولفظ البخاري كذا، وفي رواية الحاكم ثم قال بعد ذلك الحاكم صحيح الإسناد. وجه الدلالة من الحديث، لا الثاني الحاكم والأول البخاري، واللي قال صحيح الإسناد ده الحاكم، الحاكم في المستدرك. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطأ المجتهد تارة، لأنه مرة قال تارة قال اجتهد فأخطأ واجتهد فأصاب، وصوبه أخرى يعني حكم عليه مرة بالخطأ وحكم عليه مرة ثانية بالإصابة، وهو يدل هذا الحكم تارة كذا والحكم تارة كذا على أن في الواقع في حكما معينا. ليه؟ لأنه إذا كان مصيب هيبقى مصيب لهذا الحكم المعين الذي نصبه الله سبحانه وتعالى، وإذا كان مخطئا هيكون مخالفا لذلك الحكم الذي نصبه الله سبحانه وتعالى، فيكون أحدهما مخطئا والآخر مصيبا. وإلا يعني هو يدل على أن في الواقع حكم، وإلا لكان الحكم يعني وإن لم يكن أحدهما مخطئ، وأن ليس كل مجتهد مصيب، وإلا لكان الحكم بكون أحدهما مخطئا تارة والآخر مصيبا تارة، ترجيح بلا مرجح. ليه؟ إيه القواعد اللي جعلت هذا مصيب؟ وما هي القواعد التي جعلت هذا مخطئ؟ مطلقا كده ولا في يعني منهج؟ وانت لو ما قلتش المصيب واحد وقلت بان كله مجتهد مصيب، طب ما هو النبي اهو قال طارة يصيب وطارة يخطئ. طيب ما دام طارة يصيب وطارة يخطئ يبقى لله سبحانه وتعالى فيها حكم، وما دام لله فيها حكم يبقى الذي وافقه اصاب والذي خالفه لم يصب. وإلا يبقى إيه المعيار؟ المعيار كده يعني إن أنت بتطلق وخلاص وبتقول ده مصيب وده مخطئ. طب ما هو الذي جعله مصيب وما الذي جعل هذا مخطئ؟ ما فيش حاجة. أمال إيه؟ من عندي كده بقول ده مصيب وده مخطئ. طب ما أنت جعلت هذا مصيبا يعني رجحت، وجعلت هذا مخطئ جعلت ده مرجوح. ما الذي جعل هذا راجحا وهذا مرجوحا؟ لابد يكون في معايير. لو ما كانش في معايير يبقى ده ترجيح من غير مرجح، والترجيح من غير مرجح باطل. قال وإلا يعني وإن لم يكن أحدهما مصيبا والآخر مخطئا لكان الحكم بكون أحدهما مخطئا والآخر مصيبا ترجيحا بغير مرجح، بلا مرجح وهو باطل، يعني الترجيح بغير مرجح. فتعين الأول اللي هو ان المجتهد المصيب واحد فيها وليس كل مجتهد مصيب، ويدل ايضا على ان المخطئ لا ياثم، لان سيدنا رسول الله حكم عليه بانه يعني مثاب وماجور لا مازور، لانه صلى الله عليه وسلم حكم بانه ماجور. واعترض بانه خبر احاد اللي هو ايه؟ اذا اجتهد فاصاب واذا اجتهد فاخطا. وخبر الاحاد لا يفيد الا الظن، والمسألة أصولية قطعية، أصولية يعني منسوبة إلى أصول الفقه، ومسائل الأصول لا تثبت إلا بأدلة قطعية لا بأدلة ظنية. وخبر الأحاد إنما يفيد الظن فلا يفيد في مسألتنا، نتكلم في مسألة من مسائل يعني المسائل الكبرى في هذا الفن والقواعد العامة، فذلك وتلك القواعد لابد أن تثبت بأدلة قطعية. سلمناه يعني سلمنا أنه ليس بأحاد. طب مش أنا معك، أنا أعترضه بنقول لك أحاد، وهذه المسألة إنما تتوقف على أدلة قطعية لأنها من القواعد الكبرى في هذا الفن. سلمنا أنه هو يا سيدي واخد بال حضرتك يعني ليس بأحد بل هو متواتر، يبقى احنا هنتكلم في السند، وبعد ما نتكلم في مش السند كمان هنتكلم في ان هذا الأحد لا
يفيدنا في تلك المسألة الأصولية الكبرى. سلمنا أنه هو يا سيدي يفيدنا في هذه المسألة الكبرى، لكن لا دلالة فيه، يعني لا يدل على مسألتنا. أمال لا يقول إيه؟ مش هيدل دي. قال لأن القضية شرطية، لأنه بيقول لك إذا اجتهد فله، اجتهد فأصاب فله، والقضية الشرطية لا تدل على الوقوع، على وقوع شرطها ولا على جواز وقوعه، إنما تدل على إمكانه. وقد تقرر في علم البلاغة أن أصل إذا الجزم بوقوع الشرط في اعتقاد المتكلم، في اعتقاد المتكلم لا يتبع بالواقع، بخلاف إن. وقد وردت إذا في رواية البخاري فيحمل عليها غيرها مما ورد. شفت بقى، قال لك إذا، وإذا ديت بتجزم بوقوع الشرط في اعتقاد المتكلم، ولذلك أنا بقول لك لا تدل على وقوع شرطها أي في الواقع ولا على جواز وقوعه. ده كلام بس بتبقى عبارة عن خطاب عن عقيدتي واعتقادي المتكلم، هي تدل على الوقوع في اعتقاد المتكلم، الكلام ده في علم المعاني. وأما الواقع فلا تدل على وقوعها في الواقع ولا على جوازها، لأن القضية الشرطية لا تدل على وقوع شرطها ولا على جواز وقوعه. فإن قيل لا دلالة فيه أيضا سلمنا يا سيدي، قال لأن الخطأ اللي موجود في الحديث هو الخطأ اللي حاصل بالتقصير في الاجتهاد، فهيحمل الحديث على أنه مخطئ لأنه قصر في اجتهاده لا أنه بذل يعني كل ما لديه وكل ما في وسعه، يعني زي ما تقول كده سلق بيض، اجتهد في المسألة سلق بيض، يعني تسرع في الاجتهاد، لم يبذل تمام قدرته وطاقته في ذلك الحكم، لأن الخطأ متصور عند القائلين بأن كل مجتهد مصيب. الذين قالوا بكل مجتهد مصيب قالوا قد يكون المجتهد في بعض الأحوال مخطئ. فين بقى؟ وذلك عند عدم استفراغ الوسع، يعني عند عدم استيفاء شروط البحث، فإنه إن كان مع علمه بالتقصير فهو مخطئ آثم. طبعا أنت مقصر ويعني تكلمت في المسألة بحكم المتسرع ولم تبذل فيها كل يعني جهدك وطاقتك، يبقى أنت آثم، وإلا يعني وإن لم يكن مع علمه بأنه مقصر فهو مخطئ غير آثم. فلعل هذه الصورة التي تكلمنا عليها هي المرادة من الحديث، يعني الحديث ينزل على تلك الصورة إنه مقصر مع علمه بالتقصير أنت آثم، ومقصر مع علم عدم علم يبقى أنت يعني مخطئ بس مش آثم. أو أن المراد منه أي من الحديث ما إذا كان في المسألة نص أو إجماع أو قياس جلي وخالفهما، وخالفها مع هذا مع كونه لم يطلع عليها، يبقى هو مخطئ ولا لا؟ المسألة فيها نص وفيها إجماع وفيها قياس جلي وهو خالف هذا، يبقى هو مخطئ، ويحمل الحديث على هذه الصورة. ولكن طلبه المجتهد واستفرغ فيه وسعه فلم يجده، فضل يبحث عنه ما لقاهوش، فإن الخطأ في هذه الصورة متصور أيضا عند القائلين بأن يعني كل مجتهد مصيب. فالجواب يعني جواب ما مر أنه وقع الاجتهاد المعتبر فيما ذكرتموه، أنه إن وقع الاجتهاد المعتبر فيما ذكرتموه فقد ثبت المدعى، وهو خطأ بعض المجتهدين في الجملة،
يعني إن كان الاجتهاد المعتبر الذي يبذل فيه المجتهد تمام طاقته وتمام وسعه وكل ما لديه، لو كان ذلك هو الذي حصل وهو المراد، يبقى ثبت المدعى. إيه هو المدعى؟ إن بعض المجتهدين يصيب وبعض المجتهدين يخطئ، وإلا يعني وإن لم يقع الاجتهاد المعتبر فلا يجوز حمل الحديث عليه، وإن لم يقع الاجتهاد المعتبر بأن لم يستفرغ المجتهد كل طاقته وتمام وسعه في بحث المسألة، إن لم يحصل هذا يبقى هو الاجتهاد غير المعتبر، لا يجوز حمل الحديث على هذا. على إيه؟ على الاجتهاد الذي حصل فيه تقصير، وإلا يعني وإن لم يقع الاجتهاد المعتبر فلا يجوز حمل الحديث عليه، أي على هذه الصورة التي قصر فيها المجتهد، لما تقرر يعني لما ثبت من وجوب حمل كلام الشارع على العرفين، يعني أنه يجب على المجتهد حالة الاجتهاد أن يحمل كلام الشارع على المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي للاجتهاد هو إيه؟ هو الاجتهاد الكامل الذي يجتهد فيه ويبذل فيه المجتهد كل طاقته وتمام وسعه في بحث المسألة. ثم العرفي، ثم إن لم يجد شرعيا فيها يحمله على المتعارف عليه، ثم إن لم يجد فيها متعارفا عليه يحمله على المعنى اللغوي. وقال ابن مسعود إن أصبت يعني في اجتهادي فمن الله، يعني فالإصابة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا يعني وإن لم أصب فمني، فالإصابة فعدم الإصابة تنسب إلي، يعني الإصابة لما عند الله دي من الله، والخطأ وعدم الإصابة دي مني ومن نفسي ومن الشيطان، لعن الله الشيطان، بس ده الشيطان الحقيقي من جيل مجازي ومن الشيطان. وقد اشتهرت تخطئة الصحابة بعضهم بعضا في الاجتهاديات، ده حتى صار إجماعا سكوتيا، مش فاهم صحابي، لا ده اشتهر وذاع وشاع بغير نكير منهم، فصار التخطئة لبعضهم بعضا ده أمر مجمع عليه إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي عند الشافعي حجة. الثالث أن القياس مظهر لا مثبت، القياس مظهر للحكم مش منشئ ولا مثبت للحكم. فالثابت بالقياس ثابت بالنص معنى، طبعا هو ثبت بالقياس، لكن خلي بالك القياس كأنه لفت نظرك على ان دليل الاصل يشمل الاصل ويشمل كذلك الفرع، الا ان القياس هو بس اللي لفت نظرك لهذا، ده معنى اللي انا فاهمه كده يعني. وقد اجمعوا على ان الحق فيما ثبت بالنص واحد، الحق فيما ثبت بالاصل واحد، فكذلك فيما ثبت بالقياس الذي هو فرع عن النص كذلك يعني واحد لا غير، فيكون فكذلك القياس الذي هو الاجتهاد كذلك. الرابع أنه لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم بين الأشخاص، يعني مش ده معمول لفلان وده معمول لفلان كحال أهل الدنيا، لأنه لا تفرقة في العمومات الواردة في الشريعة بين الأشخاص، يعني مثلا عندما يقول مثلا يعني وجب الصلاة على المؤمنين، ما فيش فرق بقى ما بين مؤمن ومؤمن، العموم كله وارد على كل الأفراد. فلو كان كل مجتهد مصيب لازم اتصاف الفعل الواحد بالمتنافيين من الحظر والإباحة، لو كان كل مجتهد مصيب يبقى هو مصيب يعني الفعل ده عند ربنا حلال والفعل نفسه ده عند ربنا حرام، يبقى الفعل ده حرام وحلال، ازاي يعني ده متنافيين. فلو كان كل مجتهد مصيب ده لازم اتصاف الفعل الواحد اللي هو مثلا الضرب لانه حرام عند حرام وحلال في نفس الوقت بالمتنافيين من الحظر والإباحة،
والصحة والفساد، ووصف الفعل الواحد أيضا بأنه صحيح وبأنه فاسد، بأنه موافق للشرع وبأنه مخالف للشرع أو الوجوب وعدمه. وكذلك لحصل أن الفعل نفسه يوصف بأنه واجب لا واجب. هذا آخر ما في غاية المأمون في هذا اليوم، فالله تعالى يوفقنا للصواب ويدخلنا الجنة من غير عذاب، اللهم آمين. وهذا آخر ما تيسر تعليقه على كتاب الورقات، وكان الفراغ منها من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الاثنين بعد العصر في 23 من رمضان المبارك سنة 67 و900 على يد أفقر عباد الله منصور بن قاسم البساطي الغمري الشافعي الحسيني، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكتبت هذه النسخة المباركة وقوبلت على نسخة ابن الشيخ الإمام العالم العلامة مصنف الرملي الشمس، يعني تغمده الله تعالى على نسخة ابن الشيخ الإمام العالم العلامة مصنف الرملي على نسخة الإمام الشمس، تغمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه أعلى فراديس الجنان، اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وكان ختم هذا الكتاب المبارك في ذلك اليوم المبارك في هذه الساعة المباركة بحضور هذا الجمع المبارك. والله سبحانه وتعالى أسأل وبنبيه أتوسل أن ينفعنا بهذا الشرح، وأن يجعل ما قرأناه خالصا لوجهه الكريم، فإن كان ما قلته مصيبا فمن الله، وما قلته مخطئا فمن نفسي ومن الشيطان، وجل من لا يسهو، والعلم التام عند الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله الكريم أن يبارك في الحضور، وأن يبارك في كل من حضر وكل من كان وسيلة في تهيئة المكان للحضور، وأن يجزي القائمين على هذا الرواق خيرا عظيما، وأن يبارك في الشيخ بركة كبيرة.